مشاهدي قناة شفت تيفي، أهلا وسهلا بكم معنا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة في طريق الرابطة بين العاصمة الإدارية وتمارة. هنا غادي نخليكم في الأجواء خاصة واستثنائية اليوم، يوم الأحد بالعاصمة. طبعا اليوم كاينة ضباب كثيرة خصوصا يعني في مدينة الرباط، وحنايا معكم في طريق ساحلي اللي كنشوفوا ان حتى البحر ما بقاش كيبان، يعني نظرا للكثافة ديال الضباب اللي كاينة البحر ما بقاش كيبان، فردوا البال والمزيد من الحيطة والحذر. كما كتعرفوا اليوم كانت الضباب اللي عرفتها عاصمة الرباط، والضباب هذا اللي للأسف هذا الصباح وقعت حادثة السير اللي هي نتمنى وانها ما تكونش مميتة. ثلاثة ديال الاشخاص، ثلاثة ديال الشباب في السيارة من النوع الخفيف اللي داروا حادثة السير هنايا في الطريق الساحلي فوق واحد المكان اللي هو معروف بحوادث السير والعياذ بالله، اللي كنتمناو لهم السلامة. جوج حالة عادية وواحد حالة جد حرجة. طبعا هنا في نفس المكان او في نفس المنطقة اللي هي طريق الساحلية اللي كتجمع او اللي كتربط عفوا بين مدينة الرباط وتمارة، اللي كتعرف ضبابة كبيرة او ضبابة كثيرة، فردوا البال والمزيد من الحيطة والحذر خصوصا مستعملي السيارات والدراجات سواء النارية او الهوائية. كما قلت لانه هو الصباح هذا كانت وقعت حادثة سير خطيرة، وعلى بعد نص متر او ما كاملش كانوا غيطيحوا في البحر، ولكن الحمد لله السلامة الالهية وطاحوا في البحر ما كاين شي اللي يشوفهم. الصباح بكري وضبابة، فالحمد لله لانه حاولوا انهم يرفعوا او ينتشلوا السياره مست الحجر او جنبات ديال البحر، هزوا داك الاشخاص داوهم من اجل الدواء المستشفى من اجل تلقي العلاجات الضروريه. شخص اخر ثالث اللي معاهم في حاله حرجه اللي نتمناو ليه طول العمر ونتمناو ليه حتى هو الشفاء والعوده الى اسرته يعني على خير وبخير. لان هذه هي الاجواء مشاهدي قناة شوف تيفي، أجمع في حقيقة زوينة، أجواء جميلة هنا في مدينة الرباط. البارح البحر ديال الرباط عرف إقبال مطارات الساكنة اللي كانت درجة الحرارة مرتفعة. اليوم الجو مختلف، يعني مرة الريح بارد مرة والحرارة كاينة، يعني كاين الحراره وكاين الريح بارد، كاين الغيام وكاين الصاد، يعني واحد ما يعرفش شنو البروغرام اللي يقدر يدير اليوم. من غير ان كما قلنا لكم المزيد من الحيطه والحجر الحذر وردوا البال، فانتم كتشوفوا معنا على المباشر الرؤيه غير متضحه او الرؤيه ما واضحاش من الامام، فالمزيد من الحيطه والحذر الله يوصل الكل على خير وبخير. حتى البحر ما بقاش كيبان، يعني يدينا هاد اليمن هنا دابا في يعني في الطريق الساحليه كان نورمالمون او في عاده فاش كتكون غاشي في هاد الطريق هادي كيبان لك البحر، دابا الضباب حجب الرؤيه، فخاص الواحد يتريض الواحد انه يرد البال قبل ما يشد الطريق وبغى يوصل الجميع على خير وبخير. لكم تقولنا مين كتابعونا، وبالنسبه للناس ديال مدينه الرباط من اي ناحيه كتابعونا. هنايا فيصل اللي كيقول جوله جو غزال يحبك يا مدينتي، حقيقه تستحق انك تحب مدينتك لانها تستحق ان مدينه غزاله او اجواء زوينه، جو زوين ومدينه زوينه وكل شيء زوين. ربيعة جدام شكرا شوف تيفي، شكرا لك كذلك انتنا على التفاعل ديالك وعلى حسن المتابعة. بغيناكم تقولوا لي كتابعونا كيف هي داير الاجواء عندكم بعض المناطق او بعض المدن اللي الساكنة ديالها تسلموا لي لاباس ديالك كما تنقولوا ومشاو وصلوا للبحر، وكاين بعض المدن اللي ربما مازال الجو عندهم بارد شوية الى حد ما، مازال ما مشاوش او مازال ما قصدوش البحر. ثم قلنا كيفاش داير الوضع عندكم او الاجواء عندكم، خلاص الناس ديال فاس وكذا في مراكش من دول اللي ما فيهاش البحر ما كنهضرش معاكم. ثم عليكم الله يبرد علينا وعليكم يا رب العالمين.
الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، نقول لكم نهاركم مبارك سعيد وويكند ونهايه اسبوع موفقه للجميع يا رب العالمين. دمتم بألف خير ونهاركم مبارك.